هذه يا سعيد معناها السلام عليكم بلغة الإشارة في الإمارات اللي تسمح للمصابين بالصمم بالتواصل مع بعض ومع غير المصابين. وعلى فكرة لغة الإشارة تختلف حسب البلدان، يعني إذا بلدين مثلا يحشون إنجليزي مو مهم لغة الإشارة هي نفسها. فلغة الإشارة في بريطانيا تختلف عن الولايات المتحدة. هناك بعد لغة إشارة دولية تسمح للمصابين بالصمم بالتواصل لما يسافرون. هناك حوالي 470 مليون مصاب بالصمم حول العالم، 35 مليون منهم من الأطفال، علما بأنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال لو تم تداركها باكرا. ومهم إجراء فحص السمع لكل المواليد الجدد في موعد لا يتجاوز شهر بعد الولادة. والأهل اللي يشتكون أن أحد أولادهم يعاني من ضعف السمع يستشيرون طبيب الأطفال بسرعة. وحاسب يا سعيد من الضجيج والسماعات، فهناك خطر يهدد أكثر من مليار إنسان بسبب التعرض للضوضاء من وسائل الترفيه. نقول لكم بالكلام وبالإشارة عساكم دوم بصحة وسعادة.